بمشاركة 1000 طفل حققت محافظة حلب المركز الأول على مستوى الجمهورية العربية السورية بمسابقة الحساب الذهني والتي جرت في العاصمة دمشق شهر آب الماضي. العمر يعني المناسب لتطوير العقل والدماغ هو من عمر 2 لعمر 12 سنة. ليش؟ لأنه هلأ في عملية تخزينية لهذا الطفل، وبالتالي أنت لما تعلمه المهارات الفكرية والمهارات اللي بتمارس يعني رياضة العقل وما بين الفصل الأيمن والأيسر، فهون بصير النتيجة رائعة جدا حقيقة. 120 سؤال كان زمننا 7 دقائق. تأهلنا حاليا لمسابقة عالمية، لسه الشروط مي واضحة، لكن مثل أي مسابقة عالمية تانية أكيد في عنا شروط صعبة لازم نحققها. حققنا مراكز قبل بمسابقة بالتايوان، حققنا المركز الثاني عالميا، وبمسابقة بمصر الدولية لعام 2022 كمان حققنا المركز الأول عالميا. يعني الحساب الذهني مو بس هو اليوم إنه أنا طفلي يحسب بسرعة، هو عم بيقدر يعمل شغلات تانية على الدماغ، عم بيقدر يحسن قدرات الدماغ، يطور التركيز، يزيد البديهة عند الطفل. فريق محافظة حلب تألف من 55 طفلا تم تحضيرهم وتدريبهم على تقنية المعداد اليدوي أباكوس ثم الانتقال إلى مرحلة الحساب الذهني. كل ما تدربنا أكثر نزيد معلوماتنا أكثر، نحن قادرين أن نرفع علم سوريا بالعالي. مؤسسة تعلمني، نحن بعد نحن من سوريا، حلينا 120 سؤال بسبع دقائق واستفدنا كثير، يعني صرنا أسرع. أخذت بالحساب الذهني مرتبة ثالثة والروبيك طلعت الأول على سوريا. الحساب الذهني نمي العقل وفيدني للرياضيات، تفيدني بحياتي الدراسية مثل مادة الرياضيات، و استفيد منها بقدر أحل بسرعة أي مسألة بتجيني. مؤسسة علمني في حلب قامت بتكريم الفريق الذي قدم عبر ذكائه رسالة قوة وإرادة عبر الوصول إلى هذا المركز، مؤكدة بأن أهمية الحساب الذهني تندرج في تحسين مهارات الطفل الفكرية واكتساب الخبرات العلمية. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.